حقيقة إن السعر الحالي المتبع لشراء الحبوب من لدى الفلاحين يعني يعتبر مقارنة بما تدفعه الدولة لاستيراد الحبوب من الخارج يعتبر غير منصف. وبأمر من سيد رئيس الجمهورية قامت الحكومة بدراسة وبمقاربة لمراجعة أسعار الحبوب المعمول بها حاليا، وسوف تقدم هذه الدراسة للسيد رئيس الجمهورية من أجل القرار الفاصل إن شاء الله. علاش نمدنا الدراهم باه نشري بهم القمح من الهبة في عوض ما ندعم الفلاح؟ نقلبوا معادلة، فلنقلب المعادلة ولتذهب هذه الأموال إلى دعم الفلاح الجزائري الذي نطلب منه أن يمر طبعا إلى مستويات إنتاج غير التي هي موجودة حاليا. فسبحان الله لحقنا كي نوصلوا ل 25 26 قنطار في القطار، قال أنا لحقنا للنتيجة.